بسم الله الرحمن الرحيم. لو جينا بقى نبص لموضوع كيول تري، كيول تري نفس الفكره بتاعت الضغطات والبايب. لو انت شغلت واحده فيهم، باجي بقول كام سيستمز، بقول له الكتريكال، بقول له انا عايز اشتغل ايه، كيول تري. تمام، هبدا ارسم، بيقول لي انت الويتس قد ايه والهاي قد ايه، الويتس بتاعك قد ايه والهاي قد ايه. تمام، كانه مثلا دي اهي كيول تري، هنا قد ايه وده قد ايه. تمام، اتكلم يا عم، مفيش مشكله خالص. لا لا لا، براحتك براحتك. تمام، مفيش اي مشكله. وعايز تقلش اقلش براحتك. انا عايز اشوفك انت بس لا لا دلوقتي، انا براحتك قاعد براحتك. اسمعك لا بصراحه. لا براحتك، احنا بنغني احنا. بص يا سيدي، الفاضل هنا بقى بقول له كول تري. ممكن يكون عندي كذا نوع من نوع من الكول تري، ابدا اختار اشوف انا عايز انهي نوع. ماشي، يعني ممكن مثلا انا اعمل نفس نوع تاني بخصائص مختلفه. اه يعني ده حاجه اسمها ايديت تايب. اه بص، تعال نشوف بقى ايه الحاجات اللي عندي. هنا عندي الويتس قد ايه، الهاي قد ايه، الاوكس قد ايه. ممكن اعدل فيهم اقول مثلا ده الهاي دوت 200 مثلا مثلا، وده الاوكس قد ايه. تمام، وابدا ارسم اللي هو شكله اللي هو ارتفاع عن سطح الارض، ارتفاع عن ازاي؟ سطح الدور بتاعي اللي هو الفلور. فلور. شوف الفلور قد ايه وهيبدا يرسم. ماشي، هبدا ارسم وقصد مثلا. ارتفاعه 2 متر 74. اه تمام، هاجي ارسم كده. اه رسم معايا وهو حط اوتوماتيك الكوع. طب بفرض ان انت وانت بتطبق جيت كده لقيت ان هو ما رسمش، ما رسمش كوع، يعني جيت تطلع كده لقيت ان الكوع ما ترسمش ورافض وعملك علامه اكس، دي معناها ان كده الكوع مش هيتحمل معاك في المشروع. تعمل ايه؟ اجي بقى اجي على على الكيبل تري، اعلم عليه تمام، وادخل الايديت تايب، يعني انا اعدل الخصائص بتاعته. ماشي، اشوف هنا الفيتنج دي مربوطه بايه، يعني ده البند. تمام، لو في مشكله هتلاقي ان هو نن. تمام، اجي هنا اقول له لا، طب دور لي على واحد تاني. تبدا تشوف الاختيارات اللي موجوده عندي، يعني هو ده مثلا شغال بواحده فيهم، ممكن اقول له لا، طب انا عايز اشتغل بالثانيه. مواصفات تانية للكيبل تري اه يعني مثلا ايه، ممكن تلاقي في الكوع مثلا دائري، ممكن تلاقي دائري زايد زياده عن اللزوم، ممكن تلاقي دائره مش دائري، لا ده هو عاملها على شكل مثلا ايه، كان نقش. اه حاجتين متخطفين في بعض كده طوالي. تمام، مش واخد هو الكيرف دوت. فدي مهمة قوي، ان انا لما عشان كده لما بشتغل على التمبليت بستريح. لما بجيب مشروع يكون في شغل حلو قوي، انا ممكن المشروع ده كله تقول له ايه، سيف از وسيف كتمبليت، وتبدا تشتغل عليه عادي. ايه، من الارض اللي فوق بقول له سيف از تمبليت، تروح سيف كتمبليت، وكل ما تيجي تفتح مشروع جديد تروح واخد التمبليت ده وتبدا تشتغل بيه. تمام، طيب ده بالنسبه ايه للكيبورد تري. اهو تعالى نشوف كده كيبورد تري. تمام، ما دام كل حاجه متعرفه، فمجرد ان انا اجي هنا وابدا امشي كده، هو اوتوماتيك هيروح حاطط تي. اه تمام، طيب لو انا جيت مشي كده، انا عايز ارسم كيبل تري تاني، ممكن اقول له كده الكتريكال كيبل تري، وابدا ارسم كيبل تري من هنا لهنا. خلي بالك الاثنين على نفس الارتفاع. تمام، فهو اوتوماتيك عارف ان الاثنين على نفس الارتفاع، يبدا يحط لي الوصله بتاعتي. دي الوصلة دي اسمها ايه؟ انت وقفت عليها هتلاقي هو كاتب لك هوريزونتال كروس. كروس يعني زي حاجتين خط في بعض، صليبة يعني فور واي، يعني اربع اه اتجاهات. تمام. هو كده ماشي من الحاجات دي، ممكن تلغي ديت ديليت وتيجي على الشكل دوت، تلاقي في علامة ناقص هنا تروح شايلها، يعني فكده خلاص تحول ايه ل 2 دي. ممكن اجي هنا واروح ايه، اجي هنا واقول له عايز ادوس على علامه الزائد ديت، كليك يمين، وابدا ارسم واحد جديد. اه بس هو اللي عمل فاملي مقرب الحاجتين في بعض اهي، كليك يمين، درو كيبل تري، وابدا ارسم. ماشي، هنا ممكن اديله ماس. اه اقف عليه هنا، دي المسافه بتاعته، اقول له خليها مثلا دي خليها 150. كطول ها، ماشي. ممكن اه تزود، اه ممكن تزود زي ما انت عايز. انا خدت من ايه، من اند بوينت بتاعت الفور واي اللي هو اتجاه. في مثلا عندنا في الكيس بضرب امر لاين وهو ما بيمشيش، اه فبقول له ايه، قلب، يروح هو عامل اللاين على اه طول. اقف على هنا اقول له ده مثلا 5000. الدايمنشن في الريفت مش بتتغير لما الحجم اتغير، لا بتتغير لما الحجم اتغير، والدايمنشن لو اتغيرت الحجم نفسه اتغير.
تمام. تمام. طيب لو انا عايز ارسم كيبل تري، بص لو جيت رسمت بقى كيبل تري، انا عايز ارسم كيبل، يعني عايزين نشوف كيبل تري ده بترسم يعني كل اخره ايه. كيبل تري لو انا عايز اعدل فيه ونزلت مثلا خليت ده مثلا 1500، نزلت مش كده خلاص مش هيربط بيه. ليه؟ لان ده على ارتفاع وده على ارتفاع. طب لو عايز ارسم كيبل تري على نفس الارتفاع دوت تاني، ماشي كويس بص يا هندسه، لو قلت انا عايز ارسم كيبورد تري ماشي وانا رسمت على ارتفاع مختلف، فتلقائي هو مش هيربط بيه. ليه؟ لان هم اصلا مش خاطين في بعض، انا ظاهر قدامي ان هم خاطين في بعض، بس انت لما تشوفها في 3 دي، يعني تعال نشوف الموضوع ده في 3 دي. تعال نشوف ده في 3 دي اهي. عايزين نبعد عن غلطة ان احنا نشوف حاجة في 3D. بص ده على ارتفاع وده على ارتفاع، هو شكل كده الكوبل تري قريب قوي من كده. ممكن اجي هنا اقول له وريها لي فايل، بقى كده زي كوبل تري زي موجود في الواقع بالظبط. تمام. هو حتى لما تيجي توصل ليه كونديت هتلاقيه عمل له فتحة في كونديت. تمام. هنشوف. انا لو قلت له مثلا عايز ارسم كونديت تمام مع نفس الارتفاع من هنا لهنا. طيب تعال نشوفها في 3D. فين الكونديت اهي. تمام. من نفس الكونتنت لو بص بقى تعال نقلبها كده، يعني برضه بص من بص نفس بص بقى عملها ازاي اهي. كامل خرج من جوه دخل في الماسور. كابل اهوت وخرج ود الماسوره دي. تمام. انا دلوقتي انا نسيت الارتفاع بتاع ده، ايوه. وعايز عايز ترسم، اعرف الارتفاع عايز تعرف الارتفاع، مجرد تقف عليها اكتب لي الارتفاع اهو. من زيرو. طيب حاجه تانية بقى، ممكن اجي كليك يمين واقول له كريت سيميلر، هيعمل واحد تاني بنفس الارتفاع. يعني خلينا مثلا احنا شغالين بالارتفاع 2700، جيت على ده وقلت له كريت سيميلر، خلاص ان الارتفاع هياخدها وكانت واحد زائد هتاخد الارتفاع نفس بنفس الارتفاع. طيب في حاجه تانية، لو انت عايز اخد من ده خارجه منه، اجي هنا كليك يمين. تيك اوف قصدك؟ تيك اوف. لا ماشي. كوك تيك صح اوف ولا كريت. غلط؟ انا قلت كده اسالك. بص مجرد ان اجي هنا بلاقي عندي حاجه اسمها انهيرت اليفيشن. انهيرت اليفيشن يعني ايه؟ يعني اطلي الارتفاع اللي هقف عليه. يعني ده مثلا 1500، مجرد ان انا قلت له انهيرت اليفيشن وقربت منه خلاص هياخد ال 1500. تمام. طيب لو انا شغال وقلت له ايه انهيرت سايز، يعني ايه انهيرت سايز؟ يعني اطلي الحجم ده واشتغل بيه. خلي بالك هو اول والمقر... ده النهايه دي قربت من النهايه دي، عمل من منهم خط. بحس هو فاهم ان ده ضغط مع ضغط، وفاهم ان ده مثلا جريد مع جريد، فاهم دي يعني بيبدا يفهم الحاجات من بعض. حته سمارت ان هو بيقدر يقرا الحاجات دي. دي الرساله دي جديده. The solution is the obvious direction is the connection direction. طيب تعال نشوف. احنا اصل ده على الارتفاع، ده على الارتفاع مختلف عن دوت، وانا قلت له انهيرت اليفيشن، ان قلت له انهيرت سايز ما قلتوش انهيرت اليفيشن. ماشي. لو جيت هنا قلت له ايه كريس سيميلر، تمام، هو خد الارتفاع ده، فلما جه يوصل بده بيواجه مشكله ان المسافه بينهم مش كافيه ان هو يخرج صح ويظبطها مع بعض. تمام. يعني انا لو جيت هنا قلت له انهيرت اليفيشن وانهيرت سايز هيخرج بنفس الاليفيشن ونفس السايز. لازم اوظف الاثنين مع بعض، ما اصل ينفعش اقول انهيرت اليفيشن بس. انا لو قلت له لا انت ينفع دي وينفع دي، بس الفكره في ايه؟ انا هنا ده على الارتفاع والرقم اللي هنا مختلف. يعني هنا مثلا ده مثلا على 2 متر. تمام. والوصله اللي انا بقول له وصل بيها على مثلا متر ونص. تمام. فواجهته كده مشكله هو هيحاول يوصلها، بس صح بقى ان انا اعمل ايه؟ اطلع عادي وبعد ما اطلع اغيرها للرقم اللي انا عايزه 1000 ونص مثلا، ساعتها بقى هيبدا هو ايه يظبط الارتفاع بتاعته. تمام. لان يعني في بعض الاوقات بيبقى انت مثلا قايل له امشي من الارتفاع وانزل الارتفاع تاني، والمسافه اللي بينهم مش كافيه ان هو يحط كوعين قصاد بعض. تمام. لو المسافه كافيه هيوصل، لو مش كافيه هيقول لك لا ما ينفعش، هي كده كافيه فقدر يوصل. شوف بقى في 3D ده شكل ايه، يعني يفرح النفس كده. فقرر ان احنا ما نفتحش 3D تاني. حاضر. ايوه ثواني. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب لو احنا بقى بص رجعنا برضو للوحه اللي احنا شغالين فيها اللي هي ديت،
برضو كملنا مع كيبل تري ماشي. بلا عندي حاجه هنا اسمها جاستيفيكيشن. ايه جاستيفيكيشن؟ بيقول لي انت عايز ترسم الصاج منين، يعني المسكه بتاعتها تبقى منين. هنا هو بيرسمه من السنتر. ممكن انا ارسم انا هنا، بص لما بيجي يرسم بص بقى فين سنتر، سنتر كيبل تري. ممكن اخليها من اليمين او من الشمال، تمام. ممكن كنت عايز ترسم كيبل تري محاذي ده بالظبط، وممكن عايزه يمين او شمال زي ما انت عايز. الفكره اه الفكره ليه بقى لما اقول له كده اهو، كنت شرحه في الضغطات مش في كيبل تري. بص هنا ممكن تكون انت عايز كيبل تري موازي ده، بس موازي للخط ده. فانت لما تيجي هنا اهو اه هتلاقيه جاي معاك مظبوط ماشي. انما لما تيجي من النص هتضطر ان انت ترسم وبعد كده تعمل الاين، تمام. هو بيقول ان هو الاثنين قربوا قوي من بعض فبدأ يلقط منهم، عايز يوصل ده بده. اشيل العلامه دي اوتوماتيك كونكت. اه اه تمام اهو، ترسم كده خلاص ملوش دعوه ببعض، تمام. بقى ده منفصل عن ده، ما يقدرش يوصل ببعض. امتى يوصل؟ لو انا ايه شغلت العلامه دي جاستيفيكيشن. كمان ممكن اقول له لا، الخط اللي انا هرسمه ارسم على بعد متر منه. اوكي يبقى انا هرسم هنا مثلا الخط ده، هو بيرسم على مسافه متر منه، تمام. ممكن يكون عندك حيطه وعايز تمشي على مستوى الحيط ده بس على ارتفاع على مسافه معينه، تمام. اه الحاجه بقى الجاستيفيكيشن الثانيه، انت دلوقتي هترسم اللي انت الرقم ده اللي هو ال 1500 ده، ده هيبقى الميدل بتاع الكيبل تري في نصه ولا البوتوم ولا التوب. يعني انا دلوقتي ال 1500 دي ده الكيبل تري اهو، تمام. ال 1500 دي اللي هي اللي نصه ولا البوتوم ولا التوب بتاعه حسب ما انت عايز. هي اغلب الناس بتشتغل من النص، تمام. ممكن واحد يقول لك انا عايز اشتغل من البوتوم، يعني خلينا مثلا في الضغطات احنا بنشتغل من النص بدل ما نقعد نحسب الفرق الارتفاع هيبقى قد ايه واطلع 50 سم وبتاع. انا بقول من النص بحيث ايه، لو انا عندي هنا دي عريضه شويه واللي خارجه رفيعه، فبدل ما اقعد احسب لا انا خليها تخرج منها طوالي من النص. ممكن انت عايز تشتغل من البوتوم، تمام. يعني دي حاجه اختياريه، شوف انت عايز تشتغل بايه. لو انت عايز تكتب لتحت 1500 خلاص ممكن اقول له البوتوم، لو انت مش فارقه معاك كتير خليها الميدل وريح دماغك زي البرنامج بيقول. انت شوف انت عايز اللي يريحك انت هتعمله، تمام. يعني الاوفست ده، يعني انت دلوقتي على الماسوره ديت وخدناها في السكشن جوت اوف فيو، اللي انا بقول لك المعلومه دي لو انت دخلت في السكشن ولسه شكل بكاو وانت عارف ان الساق ده على 1500، تيجي تقيسه تلاقيه مش 1500. ليه؟ ليه؟ فين الدكتور اللي احنا كنا عاملينه؟ الكيبل تري اللي احنا عاملينه. لو انت دوت في حاجه سلكت يمين سلكت بريفيس، اعمل لي سلكت على اخر عنصر احنا كنا ماسكينه. فين هو؟ دور على حاجه كده بتلمع. لو دوت لا لا ده مصورة. فين طيب احنا ممكن نصور السكشن بدل ما واخد البلان كله كده، نعمل سكشن على القد بالظبط. اه لا هو بص هو انا السكشن بص هنا، وانا اصلا ايه معلم على اخر عنصر كنا ماسكينه كان مش داخل معانا في السكشن. ريس كليب في 2014 ممكن تعمله على شكل نجمة، ممكن تعمله على شكل اي حاجة انت عايزها. سيلكت بريفيس تمام. ده اهو احنا اصلا بره ده مثلا مكتوب عليه كام، 1500، تمام. بس هو ده من النص، فانت لو لما تيجي تعمل تقيس البعد من هنا لهنا هتلاقي 1400. ليه؟ لان هو اصلا انت عامل من النص، فانت ممكن تلاقي نفسك عايز تتلخبط فتقول ايه لا انا خلاها من البوتوم اسفل عشان ما تلخبطش. فلما تيجي تعمل بوتوم خلاص هتلاقي ال 1400 دي هي نفس ال 1400 دي. اه اه برضه لما تقول له كيبل تري ممكن تقول له تاج اون بليسمنت. يعني ايه تاج اون بليسمنت؟ يعني طول ما انا برسم
بيقول لي مفيش تاج متحمله في المشروع، يعني انا هحمل تاج. يعني طول ما انا برسم هو يبدا يكتب كلمات على الكيبورد تري، تمام. يعني الكيبورد تري ده مثلا مواصفات بتاعت طول وعرض قد ايه، او ارتفاع سطح الارض قد ايه، تمام. تعالى نحمل كده الفاميلي ونشوفها مع بعض. كيبورد تري مفيش هنا تاجات ليها. طيب اكسبورت كيبورد تري، كيبورد تري تيك، تمام. اوكي، طول ما انا هرسم هيكتب لي هو السايز بتاعه قد ايه. يعني اهو مثلا من هنا لهنا، من هنا لهنا، اللي حصل كتب لي المقاس بتاعه. طول ما انا شغال بيبدأ يكتب لي هو المقاس بتاعه، بيكتب السايز. طب لو عايز اكتب على اللي فات دول، ممكن عندي امر اسمه تي جي، او ممكن مكالمة انوتيت، مكالمة انوتيت، اختار تاج باي كاتيجوري واروح معلم على الضغط ده، معلم على الضغط ده، معلم على الضغط ده، ويظهر السايز بتاعه اه، ويزوره بذكاء. يعني لو ده اتغير، بيغير السايز على اه، طول. يعني لو ده مثلا بقى 300، خلينا مثلا 100، السايز يتعدل اوتوماتيك. ولو انا عندي اي سكادولات برضو بتعدل اوتوماتيك، تمام، مجرد انت تعدل فيه. ممكن اسكتوا اللي هو اسكادول يعني جداول، بتاع الشغل بتاع الحسابات وكده. لو انا جيت على دوت وجيت قلت له يعني خلينا مثلا نعمل، رد رد رد